شنت الشرطة التركية في إسطنبول حملة اعتقالات خلال احتجاج مناهض للعنف ضد المرأة. وقالت منصة قادن ميكليسلي المحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على حسابها على تويتر أن الاعتقالات شملت زعيمة الحركة النسائية التي ترفع شعار سنوقف نهج قتل المرأة، مشيرة إلى أن الشرطة التركية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة التي تندد بالعنف ضد المرأة في تركيا.